سيطر الجيش الوطني على مواقع جديدة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وقالت مصادر عسكرية تمكنت قوات الجيش من تحرير تباب القناصين والسلطاء بالكامل في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بعد حصار دام 5 أيام على بقايا ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأوضح أن المعارك لا تزال مستمرة وقوات الجيش تتقدم باتجاه منطقة قطبين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. سيد صالح، الجيش يحرر تباب القناصين والسلطاء بالكامل في جبهة نهم بعد حصار كما تعلم دام 5 أيام. في البداية ضعنا في صورة هذه الإنجازات، وماذا يعني ذلك تحديدا؟ نعم، بعد المعارك المستمرة منذ صباح اليوم، وهي المعارك الأعنف والأشد على امتداد ما يقارب من أكثر من شهر، تم تحرير تباب القناصين البلغ طولها أكثر من 4 كيلو بعد حصار دام أكثر من 5 أيام على بقايا الجيوب الميليشيات التي كانت ما زالت تختبئ في هذه التباب. والآن الفرق الهندسية تقوم بنزع الكم الهائل والضخم من الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات. ورأيت أنا سأل أبطال الجيش الوطني من قمم شباب القناصين وهم يفكرون، وتم تحريرها بالكامل. أيضا تم تحرير سلسلة جبال السلطاء البلغ طولها أكثر من 2 كيلو على امتداد تبة القناصين من الجهة الشمالية. والآن الجيش الوطني يواصل التقدم صوب قطبين، وهناك تحرير عدد من الشباب أيضا بعد غرب قرية الحول. والمعارك حتى هذه اللحظة على أشدها، والأهمية الاستراتيجية التي تكون في تحرير هذه السلاب أنه تأمين ظهر أبطال الجيش الوطني من الخلف من هذه السلسلة الجبلية، والانتقال إلى أرض أقل وعورة من سابقتها. نعم. كون الأرض الآن التي ينتقل إليها الجيش الوطني على مشورة، وهي عبارة عن سلاب صغيرة أقل وعورة من السلاب السابقة. نعم سيد صالح، يتحدث البعض عن أنه بوصول الجيش إلى نقيل بن غيلان وهي آخر السلاسل الجبلية، وأيضا هي مدخل لمديرية أرحب كما تعلم، وأيضا يكون الجيش هنا قد وصل مشارف العاصمة، كم يتبقى من الوقت والمسافة للوصول إلى هاتين النقطتين تحديدا؟ نقيل بن غيلان يعني السيطرة على نقيل بن غيلان، السيطرة على العاصمة في صنعاء بالكامل، كون هذا النقيل يطل على 3 مديريات، هي مديرية أرحب ومديرية بن الحارث ومديرية بني الشيخ، ووجهة الجيش الوطني القادمة هي نقيل بن غيلان. قبل يومين انسحبت جبهة الميمنة بجبهة القلب. نعم. والآن تخوض الجبهتين معارك عنيفة باتجاه نقيل بن غيلان، وفي قادم الأيام بإذن الله ستلتحم جبهة الميسرة غرب جبل المنارة باتجاه المديد، وتكون الثلاث الجبهات جبهة الميمنة والميسرة والقلب صوب نقيل بن غيلان. وما أبشرك وأبشر الأخوة المشاهدين بأنه لم يتبقى في هذه السباب، ولم يتبقى لنقيل بن غيلان إذا ما قورن بسلسلة جبال طروط وسلسلة جبال يام وسلسلة جبال الفرضة، لم يتبقى إلا الشيء القليل، الشيء الذي لا يسر أمام ما حققه رجال الجيش الوطني إلى هذه اللحظة. نعم، يعني قبل أن أختم سيد صالح، الألغام التي يزرعها الانقلابيون المدعومون من إيران كما تعلم بالتأكيد تعرقل مسار تقدم أفراد الجيش، كيف يتم التعامل مع هذه الألغام حتى لا يتم تأخر تقدم الجيش في عملية التحرير هذه؟ نعم، هذه الألغام التي تزرعها الميليشيات كم هائل من الألغام المهولة، ولو لم يكن الميليشيات من ذنب ترتكبه إلا هذه الألغام لكفاها. الفرق الهندسية تباشر عملها حتى هذه اللحظة، ما إن يتم تحرير موضع أو ثبتة تنزل عدد من الفرق الهندسية بأدواتها الحديثة لاستخراج هذه الألغام. والآن الألغام أكثر إلى هذه اللحظة منذ الصباح إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، إذا أخبرتك بأن سلسلة سباب القناصين تم استخراج أكثر ما يزيد من 3100 لغم إلى هذه اللحظة زرعتها هذه الميليشيات لتحول دون تقدم الجيش الوطني، لكن بعزيمتهم وبإصرارهم وتضحياتهم وصموتهم لا يقف أمامهم أي عار. نعم، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيد صالح القطيبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.